بقى دلوقتي مع حضراتكم كمان نستعرض مجموعة من المباريات المهمة جدا. النهاردة يوم كروي دسم جدا لكل عشاق دوري أبطال أوروبا، هيكون في مواجهات مرتقبة ومواجهات مهمة جدا. هنبتديها بداية كده من الساعة 8 إلى ربع إن شاء الله، هيكون في واجهة ما بين مالمو السويدي وتشيلسي الإنجليزي الساعة 8 إلى ربع. ايضا في مجموعه ايضا من باقي المباريات، الحقيقه فرح مش بس مالمو السويدي وتشيلسي الانجليزي، لكن في مجموعه قويه من المباريات زي ما احنا مستعرضينها امام حضراتكم على الشاشه. فولفسبورغ الالماني هيلتقي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، وايضا دينامو كييف الاوكراني هيلتقي مع برشلونه الاسباني اللي عنده اخفاقات كبيره جدا في مجموعته، خسر خسائر كتيره جدا مع كومن، ولكن اعتقد اللي قال الكومن بقى الناس مستنيه تشوف برشلونه هيظهر ازاي فرح في دوري ابطال اوروبا. برشلونه دلوقتي متواجد في المركز الثالث، واعتقد ان دي هتكون فرصه مهمه جدا ليه يا غانم انه النهارده في المباراه يكون بيأدي اداء قوي ويبتدي ان هو يحجز مكانه بشكل كويس في المجموعه. طبعا دي المجموعه اللي بيتصدرها بايرن ميونخ على القمه. طبعا بايرن ميونخ على يعني انت ذكرتي الاسم، ولكن هزيمته في كاس المانيا بخماسيه نظيفه عامله حديث كبير جدا على اللاعبين، خصوصا ان كان في لعيبه كتيره جدا من التشكيل الاساسي. بايرن ميونخ هيلتقي النهارده مع بنفيكا البرتغالي ايضا، وفياريال هيلتقي مع يانج بويز السويسري، واتلانتا الايطالي التقي مع مانشستر يونايتد الانجليزي في لقاء الفرصه الاخيره لسولتشاير. كلام كتير جدا طالع على هذا اللقاء تحديدا رغم تفوقه في لقاء توتنهام بثلاثيه نظيفه في الدوري الانجليزي، ولكن ايضا عشاق مانشستر يونايتد منتظرين يشوفوا سولتشاير هيعمل ايه امام اتلانتا الايطالي. كل المباريات دي طبعا، وهيكون كمان يوفنتوس الايطالي في مواجهه زينيت الروسي، وكمان اشبيليه الاسباني هيكون في مواجهه ليل الفرنسي. كل المباريات دي ان شاء الله هتكون الساعه 10 مساء باذن الله. هنوافي طبعا حضراتكم في حلقه بكره ان شاء الله وكل النتائج وكل الأمور الفنية الخاصة بدوري أبطال أوروبا. أيضا واحدة من الفقرات الهامة فقرة الكوتش، دايما يا فرح بنحرص إن احنا نشوف الحس التدريبي، ومبارح في الحلقة يعني شفنا بنات بتقدم وولاد بتقدم كمان، وأعتقد مجموعة من التحليلات اللي كانت قوية ووجهات نظر مختلفة، كل حد فعلا قادر إن هو يطلع حاجة فنية جواه، وده إن دل على شيء فبيدل أكيد على عشق الجماهير المصرية لكرة القدم، وإحنا مبسوطين جدا بالحقيقة بهذه الفقرة تحديدا، وقصة التفاعل اللي حضراتكم دايما بتحاولوا إن أنتوا تكونوا متواجدين معاها. وكمان ده التصوير محترف يعني ريزوليوشن كويسه وظابطين الكاميرا، وفي ناس عامله باك جراوند حلوه كمان. زي ما قلت لك يا غانم وبقول لكل الناس اني متاكده دايما ان كل واحد بيكون عنده حاله داخله، سواء اذا كانت موهبه في التحليل، موهبه في التعليق، مواهب كتيره جدا لكل عشاق الساحره المستديره، كلها بتبان معانا في فقره الكوتش. هنبتدي مع حضراتكم السؤال النهارده اللي اكيد عايزينكم تتفاعلوا معانا وتقولوا لنا تحليلكم من خلاله، وهو التشكيل الانسب لقياده فريقك في مباراه القمه المقبله. ده الموضوع اللي عايزين حضراتكم تتفاعلوا معانا من خلال الفيديوهات اللي اكيد هتعملوها، او من خلال تحليلكم او التشكيل اللي انتوا هتحطوه، وطبعا في نهايه الحلقه هنستعرض معاكم ابرز الفيديوهات.